لا شك أنكم تدركون ما باتت تمثله السياسة الضريبية ضمن السياسات الكلية للدول. إنها اليوم أكثر من أي وقت مضى أداة ناجعة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فإضافة إلى دورها الجلي في زيادة الدخل العمومي، فهي عامل مهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية. وينتظر من تلك السياسة المساهمة في تعزيز التضامن والتآزر الوطنيين وتقليص التفاوت وتوفير فرص كثيرة لتشغيل الشباب. كذلك كل ذلك بفضل الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني المجسدة في برنامج حكومة معالي الوزير الأول إسماعيل البدوي الشيخ سديان. سيداتي سادتي، لما تم مؤخرا إعادة كتابة المدونة العامة للضرائب، ونتج عن ذلك إدخال إصلاحات عميقة على الضرائب المباشرة على الشركات والأشخاص، كان لزاما علينا نشر الوثائق الإدارية ذات الصلة بالفهم المعتمد للنصوص الجبائية سبيلا إلى صيانة حقوق دافع الضرائب أولا، حيث يمكنهم الاحتجاج بتلك الوثائق عند الاقتضاء أمام المصالح الجبائية أو التحكيم.